أرسل بطولة في تاريخ. حلو. محلي بقى. محلي عشان الناس اللي قاعده تتفرج علينا وبتحب المحلي اكتر نلحق نلعب معاهم. طب انت بقى محلي يا كريم لو في سؤال في دماغك. محلي لو في سؤال في دماغي لعيبه لعبت اهلي واتحاد. اوه حسن مصطفى. حسن مصطفى اولهم. لا ما هي في الاول بتبدا سهله. ماشي. مش عايز صعبه قوي. ماشي. طيب عفروتو. لا عفروتو ما لعبش. ما لعبش اتحاد؟ لا. اسماعيل. اوكي. وليد صلاح الدين. ايه؟ وليد صلاح الدين. برافو عليك. صلاح الدين. نجمي نجم الصغر. برافو عليك. برافو عليك. نجم الصغر. محمد حسن ميدو اللي هو الاشول اللي راح الاهلي. ماشي. برافو عليك. ماشي. اتحاد. اتحاد واهلي. وفي لاعب مصاب حاليا في الاهلي. محمد ناجي جده. محمد ناجي جده طبعا. اثنين. جده اتحاد. ممكن مين تاني؟ الاتحاد والاهلي في كتير على فكره. اظن لاعب 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 باسم اكله لقبه باسم اكله. نخله ولا كشري؟ لا كشري ما راحش الاتحاد. كشري نص ملعب. نص ملعب. طب ايه جيل قديم؟ لا لا ما نص نص كده كان لسه قريب موجود لسه بيلعب معاك. اكله مانجا ما ينفعش. مانجا احمد نبيل مانجا. ايوه تمام. صح. ليفت باك. صبري رحيل. برافو عليك. سهلة اهو. طب اقول لك على حاجه بمناسبه الاهلي والاتحاد. سؤال كده على السريع. الاتحاد في جول حسام عاشور. حسام عاشور. حسام عاشور. مش دي تاريخيا الناس مش متوقعه ان حسام كان هيلعب حته ثانيه فيمكن دي سقطه عندنا. طبعا في ماتش انا بحب اول لما باجي تيجي تقول الاسئله في اللاعب ديت اولها كده بيبقى سهل. حسن مصطفى اول واحد جه على دماغنا انا هو. وانت بتفكر في السؤال انا تقريبا هجيب الاجابه. انت عارف انا قصدي على ايه صح؟ لا حاجه ليها علاقه بالاهلي والاتحاد. اسال السؤال كده. يلا بينا. في انا مش متذكر بس انا اسف. اتفضل. بس هو ما لعبش كتير في الاهلي. كان في ناشئ بوبو لاعب اهلي واتحاد. مش فاكر. لا فاكر. انا فاكر انا لعبت مع بوبو. لعبت مع بوبو. انهي بوبو اللي هو كان 89 ولا 87؟ 7. جيل عبد الله فاروق. جيل عبد الله فاروق. الاهلي والاتحاد هفضل في ملعبك. اوكي. الموسم اللي بدات فيه الهيمنه الاهلاويه وجوزيه رجع وجابوا لعيبه كتير جدا جدا جدا. عرفت السؤال. خلاص ماشي. الاهلي معاه لعيبه كسر الدنيا. كسب الاهلي 3-2. مين اللي كسب الاهلي 3-2؟ الاهلي كسب 3-2. اوكي. الماتش ده ايوه انت فيه 2-0. ايوه في القاهره الاتحاد عليك. الكامباك التلات جوان مين اللي جابهم؟ ماكي. يلا كاستيلو. جامد. هو كان عارف انا هسال ايه. كاستيلو. كاستيلو سجد صحيح. كاستيلو سجد صحيح. وخالد. خالد بيبو. التلات خالد صح. لا انت برضه معاك ناس ناس قليله. لا هو ده تقريبا الهدف الوحيد لماكي مع الاهلي الرسمي. الهدف الوحيد لماكي وده الماتش الحلو الوحيد اللي عمله كاستيو قبل ما يمشي من الاهلي. بالظبط. ده كان الماتش ده هو اللي غير في نتيجه المباراه. مين هيسال سؤال محلي؟ مش انا. طيب عندي سؤال لطيف قوي. مين اكتر لعيب مصري خد بطولات مع انديه مختلفه؟ مش عدد بطولات. لا هو عدد انديه مختلفه خد معاهم بطولات. احمد حسن. لاعب محلي في الدوري المصري. لاعب محلي. بس يعني هو معتزل يعني. خد اكتر بطولات. مش اكتر مش عدد من الانديه. مش اكتر عدد بطولات في المطلق. حسام حسن. لا. طب معتزل قريب؟ يعني لا من وقت شويه يعني بس مش قديم يعني. احنا تسعينات عصرناه جدا. لا يعني فتره الالفينات كان تعلق. الله حلوه دي. احمد عبد الملك. لا. حلوه ده سؤال حلو محتاج تفكير. سؤال حلو. افضل عيد السؤال كده عشان الساده المشاهدين كمان يفكروا. اكتر عدد بطولات لعيب خدها في مصر مع انديه مختلفه. بره مصر ولا جوه مصر؟ جوه مصر. كل الانديه محليه. محلي. يعني مثلا مش شرط يكون واخد 20 بطوله بس المهم واخدها مع مع عدد فرق قد ايه. حسن مصطفى. لا ليه خد مع اهلي وخد مع الزمالك. انا قلت احمد حسن مصطفى. ما اظنش خد مع الزمالك. لا ده خسر النهائي كاس. حسن ما لحقش ياخد مع الزمالك. حسام. طب انا هقول لكم هنت. هو خدها مع اربع فرق مختلفه. يعني خد اربع بطولات مع اربع فرق مختلفه. مع اربع فرق مختلفه. ايه ده دي غريبه قوي. لحد من اسماعيلي. حد من اسماعيلي. يعني دي الناس اللي انا بحب التفكير المرتب والمنطقي ده. لا بركات. بركات. لا مش بركات. طب بس دول انا تقريبا شبه وصلت له بس بتاكد.
طب الحلقه اللي فاتت برضه مش ايوه هقولك يا عم اتفرج عليه. سؤال حلو، عارف شبه وصلت له، بس سؤال حلو فعلا. والله يا جماعه انا بصمم الاسئله دي، فيعني اعذروني لو فيها. استنى 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 نركز لها. طيب يعني اخذ مع اربع اصل مين اصلا بره الزمالك واهلي وحرس الحدود اخذ بطولات جوه مصر؟ استنى هجيبه دلوقتي. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر يس. حد من الاسماعيلي. انا قلت لك قربت. انا قلت لك انا قلت لك قربت. ايوه انا بقول لك انا الشاطر. حرس الحدود. حرس الحدود ايه اللي فرقت معاك؟ لا انا مع الحدود. مع الحدود اتحسب. مين الاربع فرق؟ اتحسب لي اسماعيلي الزمالك اهلي حدود. مين بقى؟ الزمالك. الزمالك اتحسب له الدوري 2004 لو نفتكر كلنا. هو كان موجود مع الزمالك وفي هنجاده كان عنده مشكله مع اسلام الشاطر، فعشان كده راح اعاره اتحاد جده وكان لعب. هو ما لعبش مع هنجاده تقريبا. كان لعب شو تقريبا؟ لعب ماتشين. كان مقيد اتحسبت له ان هو ضمن القايمه. لعب ماتش في كاس مصر كان قدام الشرقيه للدخان. بس هي اتحسبت له. بس عايز اقول لك على حاجه، هو المفروض يعني ده يعني اللي هو لو اقل من عدد خمس ماتشات بس يعني في الاخر هو شارك. مش هو اللي مصمم السؤال؟ فتمام. يعني السؤال كان حلو. حلو جدا. السؤال كان حلو قوي. مين عنده سؤال محلي تاني؟ انا انت عارف انا ما اعرفش اسال. طيب ممكن نسأل لعيبة لعبوا الفرقتين. ماشي. منصورة وزمالك. وليد صلاح لطيف. واحد. تامر بجاتو. اثنين. ده لكن أول أنا قلت. تامر استنى استنى. عمرو زكي. عمرو زكي. واحد واحد واحد. محمد كمونة. محمد كمونة. تامر عبد الحميد. اثنين واحد واحد. أنا قلت تامر. اثنين. قلت تامر. ماشي ماشي. اثنين اثنين واحد. تخش على الأهلي عشان أقول بجاتو. هقول. أنا قلت بجاتو برضه ما قلتش. دخل في الأهلي بس نادي تاني. ماشي. تامر النحاس. اثنين اثنين واحد. تامر النحاس. لا تامر النحاس لعب لعب مقاولين اظن. لا معرفش. لعب منصورة. انا مش متاكد. احنا قلنا تامر عبد الحميد خلاص صح؟ ماشي. اثنين اثنين واحد. قلنا كمونة. مين تاني؟ محمد المرسي. محمد المرسي. برافو. جامد. ما خدش حظه معانا. استنى. ثلاثة اثنين واحد. قلت عمرو. قلت سوري. لا احمد توفيق ما لعبش منصوره صح؟ لا. بس يعتبر ناشئين. لا لعب ناشئين انبي ناشئين. زمالك. تمشي تمشي. مين تمشي؟ نص تمشي نص درجه. 3 1 تمشي. معلش يا كريم عدي الواحد. لا لا بهزر بهزر. ماشي ماشي. 3 2 1 زمالك. لا لا 2 زي ما انا. لا ماشي 3 كريم. انت مرسي. محمد المرسي. لا بس انت صاحب البرنامج. لازم ازود له. ايوه ده في حاجه تاني. منصوره اهو. يعني هو في ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح. بتزعل بقى ان في ناس بتقع من ده اللي حصرتهم يعني. صح. طيب مقاولين. هو ده اللي كان وقع مننا صح؟ هو الوحيد. بس جده. مجدي عبد الغني. جده. واحده واحده. جده. احنا كده كده ثلاث وحيد اهو. انا قلت باسم علي. باسم علي واحد. جده. جده واحد. ومجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني. رامي ربيع. رامي. رامي ربيع. ورامي عادل. كنت بحب جدا رامي عادل جاري. صح. يبقى 2 2 1. انت قلت مقاولين وايه؟ احمد نخله. احمد نخله. 2 2 2. محمد فاروق. سمير كمونه. محمد فاروق. محمد فاروق. 3 2 2. سمير كمونه. محمد احمد نخله. 3 3 2. محمد رزق. محمد رزق. 3 3 3. ها محمد فاروق. محمد فاروق راح بيراميدز. قلت قال محمد. احنا كده 3 3. محمد سمير مدافع. محمد سمير. 4 3 3. فاضل لك واحده وتحسمها. انني ناشئين اهلي. لا ما لعبش فيرست تيم. ماشي. 4 3 3. اديني نص زي بتاع جوهري. احمد علي باك رايت. احمد علي باك رايت. يس برافو. كان في محمود ابو السعود برضه ورامي سعيد. محمود ابو السعود ورامي سعيد. والله انا مشكلتي مع اللعب. بص انا جبت مين؟ سمير كمونه. مجد عبد الغني. بحب الحاجات دي. بتروح بتبعد بس حلو برضه. دي اصيع واقوى. لا مش والله خالص. بس هي كده انا بالنسبه لي اللعب اروح للقديم فاهم. الجديد ما بفتكروش خالص. طيب نعمل ايه تاني بقى؟ افارقه؟ افارقه ممكن. افارقه في الشامبيونز ليج. ايه بقى افارقه؟ عايزين عندنا قايمه من اكتر 10 لعيبه افارقه سجلوا اهداف في الشامبيونز ليج. طبعا احنا عارفين معظمهم بس خلينا بقى نفكر في الخمسه الثانيين كده. حلو قوي. يعني طبعا هنقول اللي احنا عارفينه كده واحده واحده. اتفضل. يلا قولوا اسم. دي دروجبا. اطلع ايتو دروجبا ولا نكمل؟ لا كمل. ايتو طبعا. صلاح. ثلاثه. صلاح يعني ماشي. فاضل سبعه. كانو. لا. ادي بايور. جورج ويا. ادي بايور صح. ادي بايور العاشر. جورج ويا. جورج ويا كده احنا خمسه اهو لحد دلوقتي. مظبوط. ماشي ماشي. محرز. واحد كمان رياض محرز. محرز. محرز صح. بس مش من التوب 10 يا جماعه. من التوب 10. توب 10 والله. كده سته. ترتيبه السابع. ماني. ماني. ماني طبعا لازم. يبقى كده 3 3 2 2. اوكي.
احنا كده جايين سبعه. ايه احنا فاضل؟ احنا كده قايلين سته. فاضل ثلاثه. ماشي. رابح ماجر في القائمه دي؟ لا. اوكي. خش عزمي. رابح ماجر وصلاح هم الوحيدين بينفردوا ان هم احرزوا افارقه احرزوا اهداف في فاينل تشامبيونز ليج. عزمي يخش ولا مش كاتب كتير؟ لا. ماشي. الباقيين فيهم عرب ولا مفيش خلاص؟ لا. مفيش عرب تاني خلاص. طيب هو سيدو دومبيا. صعب سيدو دومبيا بس في المدريد. لا لا صعب يبقى من هدفين. لا فينسنت ابو بكر لاعب النصر السعودي دلوقتي و اوباميانج. اوباميانج طبعا حلوه قوي قوي قوي. طيب ندي حلوه حلوه ان احنا نطلع بره تاني عشان ما يتحشرش في المحلي. طيب نفكر في حاجه عالميه تاني ولا محلي؟ مين عايز عالمي؟ اي حاجه. احنا ممكن ناخد اللعيبه العرب. ايه اللعيبه العرب اللي لعبوا في الاهلي. حلو سهل. ما هي بتبقى سهله في الاول ما احنا اتفقنا قبل كده. محمد غدار. يعني انا سالت سؤال عشان الراجل انت اللي سائل. انت مش المفروض تجاوب. راجل موديل جه معانا جه الاهلي ست شهور وبعدين. طيب امير سعيود. رمزي صالح. علي معلول. علي معلول. انيس بولبان. جامد. اثنين عند هوبا، واحد عند كريم. لا انا قلت ثلاثة. دول ثلاثة؟ صالح محمد ثلاثة ورا بعض. جوهري قلت حاجة؟ انا وليد امير سعيود. امير سعيود واحد. وليد ازارو. اثنين. وليد ازارو. وثلاثة اثنين واحد. بدر بنون. بدر بنون. أربعة. حلو قوي. كان في حارس فلسطيني بيلعب في الاهلي زمان زي ما انا شايف. مروان كنفاني. طب خد انا ولا انت؟ لا انا خد انا. طيب عبد المنعم شط. جامد جامد جامد. لا لا عجباني الاجابه دي حبيبي. قلبي دي ممكن. لا ما انا عايز اديها بخمسه دي. اديها بخمسه دي. اديها باثنين بس. عجبتني شطه قوي. شوف هوبا 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 تحايل تاني. طب خدها انا. قال لي لا يا باشا. لا بص انت عارف عجباني. احنا بنلعب. بس انا جاي نص ساعه وماشي. الاجابه حلوه شطه. انت برنامج بتاعك طبعا. يعني السودان شريان طبعا يعني اخوات. بس هي محسوب انه مصري. ايوه هو شطه كان سوداني فعلا. طبعا صح. مين تاني عرب لعبوا في النادي الاهلي؟ حلوه. يلا جوه انت واحد ولا اتنين؟ يلا يلا كريم فضل. انا مستحيل اعرف افتكر. هجيب حد تاني انا. كان في واحد عادي بلعب زمالك واهلي برضو يعني. شوف في واحد بس هو الاهلي. في واحد ليه بيجي النادي الاهلي مهاجم بس ما لعبش تقريبا يعني. ايوه انا فاكره. المصلي. احمد المصلي. برافو عليك. بس انا لحقش يلعب. احمد المصلي. جوزيه كان بس تقريبا ما لعبش فيرست تيم. جوزيه صديقك كان حاطط عليه امل رهيب وجاله حاجه اصابه قبل ما يلعب اي ماتش رسمي مع احمد المصلي. انا فاكر كان متصور حتى بتشيرت. بتشيرت الاهلي. كان لعيب دفاع الفلسطيني جه الاهلي وقت حسام البدري. كان مدافع بشعر عبد الله الشامي. عبد الله الشامي. عبد الله الشامي. الشامي. صح. بس هو ما انضمش في الاخر برضه. ما راحش. الناس برضه كان محمد العقواوي نفس الفكره. كان انضم للزمالك وبعد كده ما كملش التعاقد بتاعه. ممكن نحسب حسين ياسر المحمدي. حسين ياسر قطر. صح قطر طبعا. سعد برافو. حسين ياسر اهلي وزمالك اهو جوه يعني برضو ممكن يبقوا لعبوا الاثنين. لا ما انا الزمالك هعرف اقول. الزمالك سهل. ماشي الزمالك ممكن لك واحد تاني حتى لو لعب. الزمالك ممكن 10. ماشي طيب انا اقول واحد في الزمالك. يلا قاسي السعيد. خالد سعد. خالد سعد اردني. يمن بن ذكري على واحده واحده عدي عليا. ماشي كنت هقول اللي جنبه. انا لعبت مع الاثنين. انت دلوقتي انت اللي سالت كده. اربعة اربعة. يلا بينا. فرجاني سياسي. فرجاني طبعا. خالد بوطيب. خالد بوطيب. محمد ونجم. بن شرقي. بن شرقي. فين اللاعب الاردني يا جماعه؟ بنسى انا الاسماء. انا قلت خلاص. عماد محمد مهاجم. عماد محمد دي حلوه قوي. في العراقي برده. صالح سنين. اللاعب العراقي. صالح 2004 2005. كان مؤيد العجان باك شمال سوري. لعب شويه مع جوتشا. جاله صليبي بعد الفاول. مش بعد الفاول. لا وجاله الصليبي وبعدين بس هو كان لعيب كويس. كويس قوي. طب المسلوسي مش هنقوله؟ حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي. برافو عليك. ازاي؟ زكريا الوردي. زكريا الوردي. مين تاني؟ شارك كمان في السوبر خلاص. للاسف مين اللي تفوق النهارده بشكل عام؟ نعم. مين اللي تفوق النهارده بشكل عام؟ بعد يعني؟ جوهري شرفني يعني ولا لا؟ هو كله والله المعلومات يعني الواحد بيتعلم منها وبيتفاجئ منها. ده حاجه في اللعبه دي ان الواحد بيفتكر حاجات كان ناسيها طبعا. جدا وحلاوتها كمان هي بتسترجع ذكريات معينه يعني. خالد سعد لما جوهري قال فالواحد فاكر الوقت اللي هو جه فيه والمستوى اللي قدمه. ما بيقول في الكنترول بيتكلم اسر اسر فاكر الفاول بتاعه. انا في الكنترول بيقول لي انا اللي كسبت السكور النهائي. انا اللي كسبت كده كده طبعا. لازم يقول لك عشان قايل لك قبل. انا قلت لك اصلا لازم يقولوا كده. انت فارق لازم يقولوا كده عشان يبقوا موجودين بكره. رجاله شرفت ونورت. نورك يا كريم. متشكر جدا. حبيبي حبيبي.